منتابع سوا برامجنا على الام تي في ومنوصل هلا مشاهدينا لمجلتنا الاجتماعيه بلوك نوتس، والمره رح نسلط الضوء على جاليري جديده فتحت بمنطقه الجميزه عنوانها ارت لاب. ضيفنا هو صاحب الجاليري ورح يخبرنا اكثر عنها. برحب بالسيد انطوان حداد، اهلا وسهلا فيك. ميرسي، بونجور. مبروك الجاليري. هي بمنطقه الجميزه تحديدا، وين موجوده السيد حداد؟ منطقه الجميزه بعد درج الفن، اول مفرق على اليمين، بنايه اون ريتري مش على الطريق العام ديريكت، مش على شارع جورو، اول صف بنايات وراها. يعني الموقع المناسب لهالنوع من الاعمال. موقع مناسب لانه فيها باركينج وفيها بعد منطقه خضراء، بعد فيها زون فيرت، فيها شويه شجر. نعم. وما شجر، فيها جنينه صغيره. السيد حداد، حضرتك منك فنان ولكن هاوي الفن، حضرتك ارت كولكتر، وشغفك للفن خليك تتنقل بين عده قارات ودول كثيره، ايمتى بلش هالشغف عندك؟ انا بلشت حبي للفن مبلش باوائل حتى قبل التسعينات، باخر الثمانينات، من متحف لمتحف، من معرض لمعرض، وبعدين بلشت اشتري لوحات معي من كندا، كنت ساكن هونيك، وبلشت الكوليكسيون تبعي، ورجعت اشتريت من لبنان ومن العراق ومن كذا دوله، يعني الكوليكسيون تبعي فاريه كثير. عندك بيرسونال ارت كوليكشن. اي نعم. شو الاعمال الفنيه اللي بتجذبك، اللي حبيت تجمعها عبر السنين؟ في اذا بدك ماتوريتي بتجي، في نضج بيجي مع الفن. اول شيء بلشت انا اشتري الفن الكلاسيك، اخذ لوحات كثير كلاسيك، رياليست وكلاسيك، بعدين صرت معي اطلع من هالفاز، حتى فرش بيتي غير مع ذوقي. نعم. وصرت اكثر باشياء كونتمبورين، اشياء معاصره اكثر مما هي اشياء كلاسيكيه. يعني الاعمال اللي جمعتها بتجسد مختلف مراحل حياتك كمان اذا بدك. ما في شك، هو الواحد في عنده بيبقى عنده افضليه لفن معين، ومع الوقت بيغير. نعم. عشت فتره طويله بكندا؟ عشت 10 سنين بكندا. 10 سنين، وكيف بتوصف الفن بكندا؟ الساحة الفنية بكندا نشيطة جدا، وعندهم تجارب أكثر من لبنان، يعني اليوم بالمنطقة هون بتحسي أكثر الشغل على اللوحات، على النحت، بس غير ميديوم ما بيستعملوا، مثلا إزاز ما في عندهم كثير تندانس فيهم بالمنطقة هون، بينما بكندا بيعملوا اكسبيرينس اكثر مع الازاز، مع الماتيريال المختلفه. نعم. هلا بلشت موجه الملتي ميديا عندنا بلبنان بالنسبه للاعمال الفنيه. في ديفينتلي حتى بكندا في ملتي ميديا، ومن زمان وجاي في ملتي ميديا بلبنان، ميكست ميديا ما ميكست ميديا بيستعملون على اللوحات، بس عم بحكي انا عن الماتيريال، عن المواد الاوليه. نعم. اللي بيستعملوها، مثلا في الازاز بلبنان ما عم نشوف بعد انتاج لقطع فنية إزازية. نعم. حضرتك رجعت على لبنان عام 93، ولكن فكرة الجاليري بلشت يمكن مش من زمان، من حوالي سنة. فكرة الجاليري بلشت تقريبا حوالي عيد الميلاد اللي مضى، تبلورت من وراء كوليكسيون أنا اقتنيتها، يعني اشتريت من رسام 16 عمل، رجعت اشتريت من الرسام اللي وراه يمكن شي 15 عمل. بسوريا تأثرت كثير ببعض الفنانين السوريين. ايه، في لانه طاقات مش بس بسوريا، بسوريا وبالسويدة تحديدا. نعم. لانه في عندهم طاقات فنية كثير عجبتني، في عندهم تعبير فني مختلف عن التعبير الفني اللي بيلتقى وين ما كان. بقى ضمن، يعني بس صار عندي مجموعة 30 عمل، ضاقوا الحيطان ما بقى يساعوا، واساسا عندي كولكشن 80 عمل. يعني جمعتهم بالبدايه لإلك، يعني للكولكشن الخاصه فيك. بالاساس كنت عم بجمعهم لإلي. وليش قررت تفتح جاليري؟ من فنان لفنان، شفت انه في امكانيات تعاون مع الفنانين، وفي كثير فنانين بيقدر ينشغل معهم. هيدي اعمال الفنانين اللي جذبوك، خبرنا شوي شو عم نشوف. هيدا لجيلان صفدي، في عنده معرض ب 15 نوفمبر بالجاليري. اللي قبلها كانت لعمر الصفدي. لحسام بلان، اكثر فنان بيرسم بطريقه رياليست، بس مواضيعه شوي جريئه او تقدميه. كاترين حلاوي بتشتغل 3 ديمنشنال ارت. حلو. هيدي بدها تنشاف، بدها تنشاف فيها عمق، لانه العيون هن محشيين اذا بدك، مش فلات. شاهر صغير بيرسم، في عنده اثنين ستايلز، في عنده كيوبيزم، وفي عنده هذا الستايل بيرسم فيه، يعني
بيرسم المأساوية. نعم. حكمة نعيم ميكست ميديا مالي شغله على قماش. نغم بلان حلو. طالبة تخرجت جديد يمكن عملت الماستر تبعها هلا مؤخرا. كثير قديرة. أسماء ما كثير يمكن سامعين فيها سيد حداد، ولكن أعمال بالفعل مميزة. من أهداف هالجاليري إنه تبرز المواهب الجديدة؟ هي الجاليري الهدف الأساسي تبعها تشتغل مع الإيمرجينج آرتست، مش فنانين مش أسماء معروفين بقدر ما هي أسماء فنانين قادرين وحابين ينعرفوا. وهي أساسا الوضع إذا بدك التجاري من وراء الأحوال بسوريا ضيق. نعم. السوق عليهم، شافوا إنه في الفنانين شافوا إنه في لهم منصة بلبنان ليقدروا يطلعوا منها بالمنطقة. نعم. وأكيد الجاليري ما راح يعني تقتصر بس على المنطقة، راح يكون في تجربة إنه تفتح على أوروبا وعلى أمريكا. نعم. أكرم حمزة كمان فنان، مايكل أرصوني شاب لبناني مش يعني من الكولكشن مش كلها لسوريين. مايكل هذه الكولكشن الخاصة لك سيد حداد أو القطع الموجودة بالجاليري؟ لا، هودي جزء من القطع الموجودة بالجاليري معلقينها لأني على الحيطان. نعم. الأعمال ما بتشبه بعضها، أنت قصدت هالشيء؟ لازم ما بتشبه بعضها. بالنهاية في خط للجاليري، الخط التعبيري. نعم. البعيد عن الواقعية وبعيد عن التجريد، يعني لا هي لا التجريد بفهمه ولا الواقعية بقى بقدر استوعبها. نعم. بقى نقيت الخط التعبيري ومجموعة لازم تكون ضمن الخط التعبيري، بس ما في شك انه لازم يكون في فرايتي. اذا كلهم بيشبهوا بعضهم defeats the purpose، يعني ما لها ما لها طعمة بقى. نعم. يعني. هل مواهب الجديدة كيف تتعرف عليها؟ وين بتلاقيها؟ أول شيء رحت نبشت عليها، يعني قصدت أطلع على السويدة مشوار قعدت 4-5 أيام فوق وتعرفت على فنانين، فنان بيدلي على فنان، يعني ما في عندهم تنافس بقدر ما فين بيحب يعتبروا إنه أولاد الكار الواحد وبي ريفير، يعني بيعملوا ريفرنس وورد أوف ماوث. هون عم نشوف لقطات من الافتتاح الجاليري. هيدي نهار الافتتاح، هيدي الجاليري إذا بدك الفوليومز اللي جواتها من كل اخذينهم من كذا زاويه بالجاليري. هذه يمكن اعمق لقطه هي باول معرض اللي افتتح ب 5 اكتوبر. قدمت حوالي 40 لوحه. كان في 40 لوحه لتقريبا 40 لوحه وثلاث منحوتات لتقريبا 22 فنان. نعم. في غير لوحات فنيه كمان معروضه؟ في منحوتات. نعم. وفي حتى عم بحكي مع فنانة بتعرض قطع فرش بس ارتستيك، يعني مفروشات ارتيزانال وارتستيك فنية. حلو. في عندي اصغر فنان اللي عامل جرافيتي على الحيط. يعني الفرصة مفتوحة بجاليري ارت لاب للفنان اللي عنده فكرة جديدة او اسلوب جديد. ما في شك هي مش مقتصرة على ال 20 فنان، يما 22 فنان وموقفت هون. نعم. لا، هي اتس ان اوبن فورم، يعني حتى الفنانين هي ارت لاب مش بس مطرح منشان لينباع العمل الفني بقدر ما هي مطرح ليستقبل. لاب هي محل منشان الاكسبيرينس. لفتني كثير الاسم ارت لاب. هي منشان التجربة، يعني اذا كان الفنان بده يعرض تجربته الفنية واذا كان اللي عم يطلع على الفن بده يكون في عنده تجربة فنية كمان، بده يتطلع بالعمل ويعجبه العمل، وإلا يعني حرام بيكون عم يشتري عمل تزييني مثل ما كان عم يشتري كوسايم عم يشتري شيء تاني لبيته. نعم. يعني العمل الفني لازم يكون في عنده تعبير، لازم يكون عم بيدقر بالشخص. ورح تكون هالجاليري مساحة وير ايست ميتس ويست إذا بدك؟ يعني هذا الهدف الأسمى إذا بدك، لأنه بالمستقبل حتى رح استضيف فنانين من أوروبا ورح ينعمل وركشوبس بين الفنانين اللي من المنطقه من هون واللي بيشتغل معهم ومن من اوروبا اللي بيشتغل معهم، بشكل انه يصير في فاز كوميونيكانت بين بعضهم، لانه بس يلتقى الشرق والغرب اجمالا بيطلع اسلوب ونموذج مغير عن الشرق ومغير عن الغرب، ابريد بس بيطلع احلى من اثنين يمكن. نعم. هالمعرض رح يستمر لاي متى؟ الجاليري فاتحه على طول. ان بيرمانانس في كولكتيف، يعني بيبقى في للفنانين بيشتغل انا وياهم على طول معروض لوحاتهم عندي.
اوكازيونيلمون مثلا بنوفمبر في انديفيديوال سولو بيجي تستبدل فنان. بعض القطع واللوحات لا السولو بيكون مكرس كل الجاليري لشخص واحد نعم اجمالا السولو بيضاين 10 او 15 نهار من وراها بترجع بتنزل الكوليكتيف بيرجع بينزل اعمال للكل جديده منشان الناس تقدر تتمتع بالفن يعني حتى بدع الناس يجوا مش منشان مش بالضروره ليشتروا هو افضل يشتروا ولكن اذا ما بدهم يشتروا يجوا يتفرجوا لقليل يشوفوا هالروح الجديده عند الفنانين او الجيل الجديد من الفنانين تجربة جديدة للناس خليهم يجوا يتفرجوا يعني القهوة موجودة المساحة موجودة يجوا يشوفوا الجاليري يشوفوا اللوحات مستعدين للنقاش حتى أوقات كتير بيلاقوا الفنانين بالجاليري بيقدروا نعم. يحكوا معهم حلو كتير فرصة مميزة بتأمل يستفيدوا منها مبروك الافتتاح وأهلا وسهلا فيك سيد أنطوان حداد ميرسي وقفة قصيرة مشاهدينا ومنرجع